قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على أهالي المناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم لأهالي تلك المناطق. استمرارا لما تقدمه وزارة الداخلية من دعم لأهالي المناطق الحضارية الجديدة وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وجهت الوزارة مأموريات إلى قاطني هذه المناطق على مستوى الجمهورية لتوزيع عبوات غذائية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حيث شارك في هذه المأموريات طلائع مبادرة جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية للارتقاء بثقافة هؤلاء الطلائع وترسيخ قيم الانتماء الوطني لديهم، وهو من عكس على حرصهم على المشاركة في هذه المبادرة الاجتماعية. مبادرة بتجيلنا على طول بشكل مستمر وبيهتموا بينا خالص، ونشكر السيد الرئيس على اهتمامه بينا. ربنا يقويك يا راس وتفضل معانا كده وحمينا ويسترها معاك يا رب. أنا بشكر مبادرة كلنا واحد عشان دايما فاكرانا، وبشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر. ألف ألف شكر لوزارة الداخلية كلها، حميانا ومنورانا ومعانا في كل لحظة. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت، رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوت. انا بجد كنت مبسوطة جدا لان دي كانت التجربة ليا الاولى ان انا اوزع الحاجة دي بايدي، وانا بشوف الفرحة على اهلي وهم بيستلموا الكراتين من ايدي انا والظباط، وانا بجد فخوره مبادره كلنا واحد جيل جديد. تحيا مصر. بنشكر وزاره الداخليه على الاهتمام، وبنشكر سياده الرئيس ان احنا جينا في مشروع معا حياه كريمه وحياه حلوه. انا النهارده كنت مبسوطه جدا ان انا كنت مع الضباط وبنفرق كراتين رمضان للاهالي. اشكر سياده الرئيس اللي هو افتكرنا في مناسبه زي كده. تاتي هذه المبادره من منطلق الدور الاجتماعي لوزاره الداخليه، والذي يحرص في احد محاوره على الاهتمام باهالي هذه المناطق التي انشاتها الدوله لتوفير حياه كريمه لهم، واستمرارا للدعم الذي تقدمه وزاره الداخليه لقاطني هذه المناطق على مدار العام. كل سنه وانتم طيبين، ونشكر وزاره الداخليه وسياده الرئيس طبعا، نشكره ان هو جاب لنا كرتونه رمضان، وكل سنه هو طيب ان شاء الله. جاء توزيع هذه العبوات التي تحتوي على سلع غذائيه متنوعه وسط إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضارية الجديدة باهتمام وزارة الداخلية بهم وبأبنائهم، خاصة مع مشاركة هؤلاء الطلائع في توزيع هذه العبوات، وهي نتاج مبادرة جيل جديد التي غيرت المفاهيم لديهم ورسخ قيم التكافل الاجتماعي. بشكر الرئيس على المبادرات اللي بيعملها لاهالي الاسمرات وانه بيهتم بيهم. احنا بجد مبسوطين ان احنا بنشارك وزاره الداخليه مبادره كلنا واحد في توزيع الكراتين على اهالينا هنا في حي الاسمرات. يعني حاسه بانبساط اكتر ان احنا كنا ماشيين مع الضباط وكده، بتحسسنا ان احنا كلنا واحد. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين. يتواصل الاهتمام الذي توليه وزاره الداخليه لاهالي المناطق الحضاريه الجديده عبر إطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية متنوعة تهدف إلى رفع الأعباء عنهم وغرس قيم التكافل والانتماء لديهم من منطلق الدور الوطني لوزارة الداخلية. بشكر الضباط إن هم جونا النهاردة في عمير بشاري الخير وفي مبادرة كلنا واحد، ومبسوطة إن الرئيس فاكرنا في المناسبات وفي شهر رمضان، وكل سنة هو طيب. مصر تملي بتفتح بابها. متشكرين جدا وكل سنة طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار مصر. كل سنة وانتم طيبين دايما يا رب، وعليكم بخير رمضان كده يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا هم المصريين.